هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا مثل ما انتم شايفين، اليوم جعلنا لكم مقطع جديد يا اساطير. نزل سكين الكوبرا حبايبنا مثل ما انتم شايفين. طبعا شباب ركز معي، كيف قبل ما نبلش المقطع حبايبنا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. وخلينا نحاول اليوم شباب نجيب هذا السكين. طبعا هذا الشباب هذا السكين انا الان بحساب احد اعضاء كلين شباب، احد اصدقائي نفس الوقت، اوكي. حبيت اهديه هذا السكين، يعني نجيب له هذا السكين هديه بمناسبه عيد ميلاده، اوكي يا اساطير. سو ليتس انجلت شباب، راح ندخل نحرق ابو الحبيب والله، ونشوف كم كنتك راح يطلع لنا، ونشوف كم راح يكلفنا حبيبي والله. طبعا شباب ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، شباب لايكاتكم شيراتكم ولعوا ليتس جو. طبعا شباب تعرفوا هذا السكين مميز كثير، تمام. اوكي، في رقصة وفي حقيبة وال في اشياء باللوز هون حبيبي والله. يلا شباب نعمل هيك، ليتس جو. نلف اول توكن حبيبي والله، ثاني توكن، اثنين توكن فرد مرة، اثنين توكن فرد مرة، جاب والله شيء باللوز ولك عاش. اولي اخذنا، اولي اخذنا هالشنطتين، شي بلو شي تمام ان شاء الله. شباب شباب بتعرفوني كثير، قول يا سلام عليك. التوكن الثالث شباب، يلا حلو بلوز بلوز شباب. طبعا شباب ركزوا معي كيف. تعرف هذا السكين، هذا الحدث برج التوكن، بتعرفوا يعني من الاحداث يعني اللي بنكرهها يعني معلم، فهمت علي؟ يعني اللي حبيبي والله. اوكي لا شباب، يعني انا خايف من هذا الشيء شباب، انه هلا لما نوصل لباقي هالتوكنين شباب بعرف بيرفع اللي بيرفع لنا حبيبي والله كفو. اوكي شباب خلينا نشحن جواهر، عندنا اربع توكن. يعني الصراحه الشباب مالي باقينا توكن واحد شباب، وضعنا اللوز. اوكي يا ستي هيك بوجه حنا جواهر شباب، تمام. هون في حدث شباب، حدث توب اب هون، ما اعرف شو هذا توب اب شباب، يعني تبع الجواهر مجانيه. اوكي شي باللوز. اوكي خلينا نشوف شو، ما في شيء هون شحن تراكمي. قولي هون في عندنا شحن تراكمي. اوكي هون عندنا شباب، راح نشوف راح نكمل نشوف الاوضاع بعد شوي، تمام. صار عندنا 1500 جوهره حبيبي والله. اللوز نكمل يا اساطير، خمس لفات التمان ان شاء الله شي حجر حبيبي والله. طبعا خلينا نعمل هدول، نعمل لهم نحطهم على الخزنه شباب، جبنا له الرخصه وهذا الشيء، يعني في سكنين شيء باللوز معلم، هي كمان حطها هي حبيبي والله. اوكي يلا شباب التوكن الاخير يا اساطير، التوكن الاخير شباب صراحه حظه لوز معلم. قول لي حتى الطاوه، جبنا الطاوه شباب، خلينا نرفعها نحط له اياها كمان بالمخزنه حبيبي والله. لوز معلم، يلا هات نشوف. ولك عاش كمان مره، يلا ان شاء الله التوكن. ولك عاش شباب، هي شو بسموها لك الحقيبه، كفو نحط له اياها بالمظله الشباب كمان مظله شو حبيبي والله. اوكي نعمل هيك. اوكي شباب 1200 جواره شباب، يعني الصراحه نبقى شوي جواره شباب نحلوا فيه كمان فاير باس، بيكون امر لوز معلم. انا خايف من هذا، هي اخر لفه معلم، هي اخر لفه اللي بتجنني شباب، اخر توكن اللي بيرفع لي ضغطي معلم. يا زلمه هذا التوكن الاخير والله حاسس شباب، حاسس انه راح يعذبنا. ولك عاش، قول لي حقيبه شو هي عنا اياها، ما عنده اياها، هي نعمل طلبه. اوكي حلوه، خلينا ناخذها شباب، تمام حبيبي والله. اوكي هون عنا الشباب، نعمل هي، نعمل اختيار سريع 23 لفه شباب، ان شاء الله يطلع لنا التوكن. لا وقف وقف شوي، خلينا نضرب وحده وحده شباب، مرات يعني فهمتوا علي؟ لفه وحده لنشوف عقيبه. اوكي خلينا نعمل هون لفه، خلي يصير لفتين. ابلع يا زلمه، لفتي ثلاث لفات هالمره، خلينا نضرب ثلاث لفات معلم، ما زبطت شباب. نعمل اختيار سريع شباب، نحرقهم كلياتهم 19 لفه شباب، يلا ليتس جو بسم الله. روح قول قنبله هون، يطلع لي ما طلعنا ابو التوكن الاخير، التوكن الاخير يا زلمه. والله الشباب حسيت، انا حاسس او ماي جاد اوه ماي جاد ليديز اند جنتلمان، الوضع معلم حبيبي والله. شباب الشيء الحلو بهذا السكين شباب، يعني فيه رقصات وسكين بيغطي، يعني سكين اسطوري، فهمتوا علي كيف؟ يلا روح التوكن الاخير بليس حمبوك، التوكن الاخير يا زلمه، التوكن الاخير ما عم يطلع والله، بدي اكسر هالطول معلم. يا اخي التوكن الاخير خلاص معلم، هاتو يسعد دينك، جبنا للتوكن الاخير، كفو شباب، هيك جبنا السكين الصراحه شي باللوز. اوكي شباب طولوا بالكم قبل ما نعمل كل شيء، اوكي طولوا بالكم حبايبنا، رح نشحن جواهر، تمام. عندنا هون 200 جوهره بدنا نشحن،
الجواهر يعني نجيب له الفاير باس معلم حبيبي والله. اوكي تعال هون. والله صباح صراحه شباب انا متوقع انه السكين شباب راح يكلفنا اكثر من هيك، بس الصراحه الحمد لله شي باللوز كلفنا تقريبا شي ما اعرف. اوكي نعمل هيك شي نجي هون شباب. باقي هون 8 جوهر او كم باقي هون؟ باقي 75 جوهره. لا لازم نشحلوا اياها معلم، لازم نشحلوا اياها يا ستي، لازم نشحلوا اياها حبايبنا هالجوهر هاي. ثواني يا ستي. اوكي يا ستير هيك بكون شحنا له الجوهر هيك معلم حبيبي والله الوضع تمام، وهيك بكون جبنا له الجوهر زياده شاب صار معه 1300 جوهره يعني معلم وضعه تمام التمام. اوكي خلينا نجي شباب نفعل له الفاير باس تمام. لا لازم نفعل له الفاير باس شباب، لازم نفعل له قبل الفاير باس معلم، ما في مزح بالامر هذا. فعلوا الفاير باس يا ستير حبيبي والله بيستاهل الشباب. اوكي هون نجي لهون شباب نجيب له اللي عامل مهمات من قبل 252 يخرب بيت سنتو. لا طول بالك نعمل الحصول على الكل. ولك عاش ولك عاش ولك عاش. افتح 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 له الفاير باس شباب. ولك عاش ولك عاش ولك عاش. حلو باللوز 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 باللوز. لا فتحت له. اوكي يلا فتحنا له هذا يمكن ما بده يفتحه. تمام نجي على المهمات شباب نشوف شو المهمات اللي عنده شباب هون. والباجات شباب تفرجوا لي على الباجات شباب اللي عنده. ويلي 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 راح يصير له تقريبا عنده 400 باج. شايفين يا اساطير حبيبي والله. اوكي 350 صار باجات عندهم. سو ليتس نجلتم خلينا نجي لهون شباب نفتح السكين لنشوف معلم. طبعا هذا الباقه شباب يعني مثل ما قلت لكم مميزه فيها رقصات وما رقصات وحبيبي والله. هيك جبناها شباب حبيبي والله تمام. وهيك جبنا الرقصات كمان معلم مثل ما قلت لكم. واخف ليش هيك ليش ما مثل ما لبس صار معلم. حط له الاحمر تمام. يا سلام عليك. هون حتى هون راح يكون في رقصات شباب. هنجيب لهم نحط شوف الرقصات الموجوده شباب. هذا السكين المميز. تعال هون تعال هون معلم. حط له هاي. حط له هالرقصه الجديده. حط له هاي. وشو كمان جبنا رقصه جديده شباب. هذول هن اعتقد هذول عنده رقصه هي شباب يعني الدخل الاسطوريه معنا التزويد فك تزويد تمام. هيك هي الدخل الاسطوريه شباب. لا يا شباب يعني مثل ما بتعرفوا هذا السكين فيه هالرقصه. لا حبيبي هلا راح ادخل على حسابي ونقول له يدخل على حسابه وشوف شو راح تكون رده فعله شباب. اوكي شباب هلا دخلت حسابي تمام. راح البس نفس السكين نفسه معلم والله يعني الصراحه حبيبي والله. تعال هون هو كان حاطط له يا وقت لون احمر. هنحط لون هذا البنفسجي حبيبي والله. والله يا شباب الصراحه سكين باللوز سكين باللوز اللوز معلم. اقول لك شو هالدخله شو هالدخله يخرب بيت سنتك شو هالدخله. والله سكين نار يعني يعطيك العافيه والله حبيبي. تستاهل حبيبي تستاهل تستاهل. شوف على فكره لما بترقص بيرقص نفسي بتعرف هذا الشيء مو هيك؟ ايه برقص؟ لا هلا برقص معك. ايه حبيبي والله تستاهل حبيبي تستاهل تستاهل. تعال 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 ندخل على التدريب. لازم مثل كل مره شباب ندخل تدريب معلم حبيبي والله. تعال تعال. هاي شنو شادو؟ شو هي ده هاي؟ الفورد الكوبرا. في فوردك ها معلم هلا هاي شكلها قلت هاني بفورد الكوبرا مره قلت لي جبتها بتسع جواهر مو هيك؟ انت بهالجماعة هذول 79 جواهر اول لفه يخرب بيت سنتك. اول لفه حبيبي شادو كرامت بالف خير تمام؟ حبيبي والله كل سنه وانت طيب تستاهل وخلاص معلم يعني بدنا نروح ننام شو رايك؟ والله شو تحب تقول رساله اخيره قبل ما نسكر المقطع معلم؟ يعطيكم العافيه وشكرا ما قصرت والله علي انت كمان. الله يخليكم شباب. كم لازم اوصل بهذا الله كم لايك لازم اوصل معلم؟ اقل شيء 50,000 لايك تحدي. ولك عاش 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 والله يجيبون والله يجيبون ان شاء الله ان شاء الله. يلا جو 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 حبايبنا الكرام بشوفكم على خير ان شاء الله. بس في هذا المقطع يا اساطير لا تنسونا باللي قالكم اوكي وبشوفكم مقاطع جديده. سلام عليكم.